اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل يا ربنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه ما أشرق الضياء ولاح، وصل عليه ما تعاقب المساء والصباح، وصل عليه ما ظهرت النجوم وتلاحمت الغيوم، إنك يا ربنا حي قيوم على كل شيء قدير. اللهم صل عليه، فسبحانك أنت الذي أمرتنا بالصلاة عليه، كما إنك وملائكتك دائمين الصلاة عليه، وقد أمرتنا سبحانك وقلت لنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نورا سميت محمد، يا نورا من نور في نور وبنور الأنوار محمد، يا صاحب معراج العرش وبراق يمشي في الممشى، يا من في السدرة خطوته إذ يغشى السدرة ما يغشى. أيها السادة، في ليلة الجمعة علمنا حبيبنا المصطفى فقال أكثروا من الصلاة علي في اليوم الأغر والليلة الزهراء، ألا وهما يوم الجمعة وليلة الجمعة. في هذه الليلة المباركة الكريمة نلتقي لتكريم رجل كريم، لتكريم رجل عظيم رحمه الله تعالى، الحاج عبد العزيز عطية بركة، كما قال نبينا الكريم لكل امرئ من اسمه نصيب، فاسمه عبد العزيز، والله وله من الله العزة، فالله هو المعز وهو العزيز. مشاركين الأستاذ عمر عبد العزيز، والأستاذ فيصل عبد العزيز، والأستاذ إسلام حامد، إسلام خالد، نعيش ليلتنا القرآنية من داخل أفخر قصور الضيافة المتنقلة، أولاد أبو دنة بقرية شيبة، إدارة مهندس أحمد أبو دنة منسق الحفلات القرآنية، والمهندس أيمن أبو دنة، والمهندس أسامة أبو دنة. أيها السادة، قرآن يتلى في مجلس القارئ كالحالب والسامع كالشارب، أي أنه كلما استزاد الحالب استطعم الشارب، والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم. قارئنا علم الإذاعة المصرية، كروان الجمعة والفجر بالإذاعة، قمر شاشات التلفاز المصري والعربي، قارئ فجر الأربعاء القادم بإذن الله تعالى، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، الصوت الحسن والأداء الحسن، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا إلى الكهف فقالوا ربنا
إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتياتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتياتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها
صلى الله عليه وسلم. لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا. فمن الظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن الظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات ذلك من آيات الله
ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله فجوة منه ذلك من آيات من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم وطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولقلت منهم رعبا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب
فاسق ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ف
المدينة فلينظر أيها الأزكى طابا برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا فقالوا بنوا عليهم بنيانا فقالوا بنوا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم إلا
تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا ولا تقولن لشيء
واذكر ربك إذا نسيت السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع حكمه أحدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان كانت التلاوة إلى المكي من القرآن من آيات سورة الكهف، وهي من السور الحوامين التي تبدأ بحمد المجيد جل وعلا وبالسورة الكريمة من القصص القرآني. فما قصة أهل الكهف إلا لتثبت أن الحي القيوم والمحيي المميت هو الله، وما قصة صاحب الجنتين إلا لتثبت أن العاطي هو الله والبانع هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما قصة موسى والخضر إلا لتثبت أن الحكيم هو الله، فما خلقت السفينة إلا لحكمة، وما قتل الغلام إلا لحكمة، وما أعيد بناء الجدار إلا لحكمة. وكذلك قصة ذو القرنين لتثبت أن الملك ملك الله واسع، ويأجوج ومأجوج لتثبت أن الملك له ملك وهو الله. وإن بداية السورة تتحدث بالقرآن ونهايتها بالقرآن. استمعنا إليها من فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ فجر الأربعاء بإذن الله. كذلك أشكر لأصحاب الفراشة الكبرى والإنارة اللؤلؤية والهندسة الإذاعية
اولاد ابو دنة ادارة مهندس احمد ابو دنة منسق الحفلات القرآنية وايمن واسامة ابو دنة مقدم الضيافة حسين بميت زافل ومصورنا ناصر صلاح.